رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واهل الاقدس من لساني افقهوا قولي السلام عليكم Today I am going to recite سوره النازيات ان شاء الله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنازيات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبها فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الهافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوعد المقدس تواه اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآن فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فهشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله هناك على الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة خلقاً أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغتش ليلها وأخرج دهاها والأرض بعد ذلك دهاها أخرج منها ماءها ومرآها والجبال أرساها فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من تغى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك موتاها ذِى رُمَيَ اخشَا كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا صدق الله العظيم Thank you for watching if you want more videos please like subscribe and share jazaakallahu khairan wa assalamu alaykum